دعما للاقتصاد المصري وتوحيد الصف المصري، أطلق مجلس القبائل العربية أول مؤتمر شعبي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. مشاهدينا، للمزيد من المتابعة حول هذا المؤتمر ينضم إلينا من مقر المؤتمر مراسل أونلايف إبراهيم عزت. إبراهيم، أهلا بك برامج هذا المؤتمر وأهم الحاضرين. نعم، أهلا بك شيماء من جديد. يعني كما تتابع في الصورة الآن، الأجواء ساخنة كما يطلق عليها هنا. هذا المؤتمر الشعبي الجماهيري الكبير الذي يعقد في هذه الأثناء في محافظة الفيوم دعما للاقتصاد المصري وأيضا دعما لتنشيط السياحة والاستقرار المصري والعربي. لذا تعلن هذه القبيلة التي تعد أكبر القبائل العربية تواجدا في مصر ويصل تعدادها إلى 8 مليون شخص تأييدها إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة. ربما يأتي هذا الحديث قبل عام من الانتخابات الرئاسية. هذا الأجواء، يعني دعيني أن أشرح لك الحضور كما أشرت وكما توجهت لي بالسؤال. الحضور هنا في هذه المنصة القيادات الأمنية في محافظة نعم يعني أسوان كما أجواء أعلن نعم أجواء لطيفة إبراهيم، وهناك حماس من قبل المتواجدين في هذا المؤتمر وبعض القيادات الأمنية. شكرا جزيلا لك مراسل أونلايف، كنت معنا من الفيوم. مراسل أونلايف إبراهيم عزت، شكرا لك.